يا كابتن زيزو، مساء الفل عليك. اهلا، مساء الخير يا امير، ازيك؟ البقاء لله طبعا في وفاه كابتن صفوت عبد الحليم، واكيد خبر حزين بالنسبه لنا كلنا كاهلاويه وكمصريين بشكل عام يا كابتن زيزو. اكيد طبعا، احنا لا نملك امام الموت غير ان احنا نقول انا لله وانا اليه راجعون. صفوت كان شخص متميز جدا، وكان فريد في كل صفاته، يعني كان فريد في اخلاقه، كان انسان هادي مؤدب، يحترم الناس. في مهاراته كان فريد جدا، لان يعني احنا كنا بنتفرج عليه ونستمتع بيه وهو في التمرين معانا. صفوت كان انسان جميل قوي في صفاته كلها، الله يرحمه ويحفظه. وطبعا يعني بنتمنى له الرحمه من الله سبحانه وتعالى، ويعوض اهله خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ابرز مكان يميز كابتن صفوت عبد الحليم يا كابتن زيزو، وانت اكيد يعني عارفه من الناحيه الشخصيه والناحيه الاخلاقيه وكمان الناحيه الفنيه في الملعب، عارفه بشكل كويس جدا يعني. صفوت انا زميلته يعني من يوم ما دخلت النادي، ويمكن احنا الاثنين كنا مع بعضينا طالعين وقت واحد، بغض النظر ان هو كان اكبر مني بسنه او سنتين. صفوت بيسبقني بس في الاقدميه 45 دقيقة، هو لعب مباراة مع الشرطة العراقي كان في شهر 5، وأنا لعبت في شهر 7. يعني مباراة تانية كانت أول ماتش يلعبه مع بعضينا، كان ماتش الأهلي والاتحاد السكندرية. صفوت كان كابتن النادي الأهلي، وكان لعيب مميز جدا، وكان حظه وحش قوي في المنتخبات، يعني ما كانش بيتم اختياره. بالرغم إن هو كان لعيب مميز جدا، خاصة في المباريات الكبيرة. يعني كل الماتشات الكبيرة كان مميز جدا فيها، كان هادي قوي في حياته، ما خدش انذار في عمره، يعني خالص اتذكر عمره ما خد انذار، يعني لأنه كان لعيب زي ما قلت لك فريد حتى في المهارة بتاعته، يعني كان ذكي جدا جدا بالفطرة، كان لعيب موهوب بدرجة عالية قوي. يمكن أقول لك على حاجة غريبة جدا في مهارته، اللعيب الوحيد اللي شفته في العالم كله بيلعب الكورة في سن الحذاء بتاع الكورة، والكورة في الهواء. يعني كان عنده دي صعبة دي طبعا، جدا 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 يعني، يعني زي ما تلعب مثلا في عصاية البلياردو، كرة البلياردو، الكورة فوق الـ مثلا الترابيزة يعني عالية. فكان الله يرحمه كان مهاريا كان عالي قوي يا كابتن زيزو، جدا جدا، مهارة فريدة كمان. مهارة يعني مش عادية، حتى في ضربات الجزاء بتاعته كان مميز جدا، ما كانش حد بيقدر عليه حتى في التمرين، لا ثابت ولا اكرامي ولا ناجي ولا شوبير ولا اي حد من اللي هم كانوا موجودين من الحراس الكبار بتوعنا. فصفت الله يرحمه ويحفظه، يعني انا اقول لك بمنتهى الامانه، انا حسيت بوفاته ان زي ما يكون في حته كده اتقطعت. الله يرحمه، ربنا يصبرك يا كابتن زيزو، يصبرنا كلنا. ويمكن هو اكيد يعني كان في بعض الالقاب اللي يعني تلقب بيها، سواء الدكتور او المايسترو الصغير، قول لي الالقاب دي جت منين يا كابتن زيزو بالنسبه لك؟ لا هو كان مميز، انا عشان اقرب للاذهان الحديد ده، صفوت كان اللي شبيه بيه جدا او اللي هو بيشبه له جدا جدا انيستا، نجم اسبانيا انيستا، يعني تحس ان هما الاثنين كلمه بيكاسو اللي هي اتقالت على انيستا اتقال على صفوت عبد الحليم بالظبط. يعني تحس ان هو انسان فنان، كل لمسه منه طالعه مرسومه. يعني وبعدين كان محبوب من الناس كلها، كان انسان مؤدب، حتى لما يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض بقى موجود برضه، كان يعني تحس ان هو راضي وحامد رب سبحانه وتعالى وشاكر فضله. يعني من قلبي بدعي له ربنا يرحمه ويتجاوز عنه رب ان شاء الله. يا رب ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويسكنه في فسيح جناته. كابتن زيزو، برضو يعني انا عايز استغل فرصه تواجد حضرتك معايا على الهاتف ونتكلم عن مباراه الاهلي فوكس تيف، ومباراه اكيد مهمه جدا، كيف ترى هذه المباراه ومطلوب ايه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قبل المباراه دي؟ لا طبعا المباريات اللي من النوع ده الحمد لله لاعبتنا والجهاز الفني عندهم خبره كبيره في القدره على التعامل معاها. اعتقد المباراه زي ما احنا طول عمرنا بنبص لاي مباراه في المنطقه اللي زي ديت التنافس اللي هي سيمي فاينل، على انها مباراه كبيره ومباراه مهمه ومباراه صعبه.
اعتقد ان الجهاز الفني الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني في تقدم ملموس من خطوه لخطوه، الوصول برضه للسيمي فاينل بالشكل اللي احنا وصلنا له ده، لعيبتنا عارفه اهميه وصول المنطقه دي، فالهدوء طبعا مطلوب، والتعليمات بتاعت الجهاز الفني انا واثق ان هي في محلها ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للعيبه، واللعيبه على قدر كبير جدا جدا من احساس مسؤوليتها في هذه المباراه ان شاء الله وفي البطوله بشكل عام. ان شاء الله باذن الله. كابتن زيزو بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كان معانا كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، طبعا احد نجوم النادي الاهلي والمدير الرياضي للنادي الاهلي، واتكلمنا